سيطر الثوار أمس الأربعاء على تلة الأسامات ومزارع الملاح الجنوبية في منطقة الملاح شمالي حلب، وذلك بعد هجوم موسع شنوه على مواقع نظام وميليشياته في المنطقة، موقعين خسائر واسعة في صفوفه بالعدة والعتاد. هذا وأعلن الثوار فجر اليوم صد محاولة لقوات النظام التقدم على جبهات الخالدية والليرمون وسيف الدولة والراموسة إثر اشتباكات تمكنوا خلالها من تدمير دبابة ومدفع للنظام وقتل العديد من عناصره. ولتفاصيل أوفى عن الوضع في شمال حلب انضم إلينا من حلب قائد غرفة عمليات فتح حلب الرائد ياسر عبد الرحيم. أهلا بك سيادة الرائد، لو تحدثنا بداية عن آخر تطورات المعارك في ريف حلب الشمالي وما هي حجم خسائر قوات النظام؟ أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا البارحة كانت هناك معركة كبيرة كانت تدور على طريق الكاستيلو وأرض الملاح. استطاع المجاهدون بفضل من الله ثم ثباتهم رغم الطائرات والسيخوي وكذلك البراميل تحرير الكتلة الجنوبية من مزارع الملاح، وكذلك الأسامات بمشاركة جميع الفصائل قدمت جهدها لتحرير هذه المنطقة ومنع النظام من محاصرة مدينة حلب. وكذلك كانت هناك اشتباكات ضمن قرية حندرات، وتم طرد الميليشيات الأفغانية بجهود الفصائل والأخوة المجاهدين الثابتون الذين سطروا أروع الملاحم البطولة تفانيا في سبيل الله ونصرة لأهلنا في حلب لمنع حصارها. طبعا كان عمل كبير جدا، واستطاعوا في تدمير مدفعين رشاش 23، كذلك مدفع كوفوزديكا، ايضا دبابه، تدمير قاعات كورنيت. استطاعوا تدمير عده اهداف، وكذلك استطاعوا صد عده محاولات للنظام التقدم في جمعيه زهراء وكذلك الراموسه، وتم قطع استيراد الراموسه بشكل تام من قبل المجاهدين. واليوم الحمد لله رب العالمين صباحا استطاع ابطال الفرقه 16 والفرقه الشماليه صد محاوله تقدم للقوات النظام مدعومه من ميليشيات اجنبيه من حزب الشيطان اللبناني وقوات افغانيه على محور بني زيد و وصالات، واستطاعوا طرده مرتين وكذلك تدمير دبابة 72 أثناء هذه الاقتحام. وهناك غارات جوية كبيرة جدا على مناطق حلب، منطقة الأتارب، كفر حمراء، مناطق الملاح، كاستيلو، رمايات مدفعية. يحاول النظام الانتقام من أهلنا المدنيين على انتصارات سوار وثباتهم لمنع حصار حلب، وإن شاء الله رب العالمين نحن ثابتون ونطمن أهلنا بحلب، لأن أجسادنا ستكون دروعا لحمايتهم ولمنع حصار حلب. بإذن الله لن تحاصر حلب ما دام فينا نفس وقلب ينبض. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من حلب قائد غرفة عمليات فتح حلب الرائد ياسر عبد الرحيم. أهلا بك.